التوهان والأقمار الصناعية. عودوني طيب. عليكم السلام. خد يا بتاع على العراق. طرح فين يا مش هي 377 استعادة؟ ايوه هنا 377 استعادة. مظبوط يا عم. سلام عليكم. عليكم السلام. خد يا بتاع على كل شيء. السلام عليكم يا سيبه. اي اثبات اخصائي يا انت رايح فين وعايز ايه بالظبط؟ ايه يا عم تتحقق معايا ولا ايه؟ اخرس انا واعرف انت بتتكلم مع مين. ايه يا باشا في ايه؟ ايه يا ايه يا باشا؟ هات اللي بجيبك يا مش باقي حاجة يا طلع يا. بص يا حلو تعال. انا مش هقول لك بقى انا رئيس مباحث والكلام ده هون. ها ايه ده يا ابني؟ فلوس يا باشا. الفلوس دي هنكشف عليها. بص يا حلتي. بص يا اخويا. ايوه احمد ربنا ماشي. انت كنت رايح فين بقى كده بتقول لي كده بسرعه؟ قطعه شقه 14. شقه 14 دي بتاع الدكتور زكي صح؟ ايوه. فين ايمن ده؟ بهزر معاك كده يا باشا. وانت ليك نفسك تهزر مع الحكومه يالا؟ وكنت عايز منه ايه يا دكتور زكي ده؟ شال عاوز والله يا باشا. ده انا طالب مني ريش وزبه وانا اجيبهم لو مش عايز اطلع امشي عادي والله. لو تريحني ودي يا مرعي. ايوه هي إيه ست جميله يعني ربنا يستر. ايه ادهولي يا ادهولي انت مالك تيجي مش على بعضك كده ليه؟ هي إيه ست جميله بتحب تهزر مع الناس. هزر معاك انت يا كلب البحر. بقول لك يا مرعي ما تنساش تجيب لي الحاجات اللي طلبتها منك من السوق. ها حاضر استهان. هو حضرتك مرتبط؟ اه مرتبط. بختك يا جميله ماما. ربنا يسامحك. ايه يا ست جميله بتحب تقعد ايه؟ بس هنا بس كده. ايه يا عم في ايه؟ هو انت مش رئيس مباحث؟ لا انا رئيس مباحث العماره دي. اه بواب يعني؟ ايمن كمان بتقول لي ايمن. دي عماره يا هو. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. الدش ده يا اخ ستلايت بيجيب صوت وصوره ولا صوره لوحدها وصوت لوحده؟ لا حضرتك الدش ده بيجيب ميه. ميه؟ والشاشه كده ما تبص؟ هي زكاه الشاشه ورق. صح انت عبقري. اعذر ده انا عايز امشي من غيرك. تمشي ايه؟ ده لما صدقت هو في حد بيجي؟ اهدى كده ايه؟ ريح الشزلون كده واقعد كده واهدى واحكي لي. تعالى انا عايزك تقعد وتمدد وتبقى ريلاكس وتحكي لي على كل حاجه وبصراحه. وانا صغير كنت اقرب من التلفزيون بتاع بيتنا احط ايدي على الشاشه احس بالنغمشه. قد ايه الاحساس ده حلو. ايه ده يا دكتور حاطط سماعه في ودنك؟ لا دي الام بي 3 بتاعتي موصلها على السماعات. كمل كمل يا اخ ستلايت كمل. ولما كبرت النغمشه دي ابتدت تروح سنه سنه لحد لما قلت لا مش لازم كل حاجه حلوه تضيع مني. وبعدين ها كمل. قررت اشتغل في الدش في التركيب يعني. كنت بفرح قوي لما اشوف عيالي الصغيره يحطوا ايديهم على الشاشه ويحسوا بالنغمشه. انت انسان راقي وحساس ونبيل. ده لحد لما شفت حسن بتاع الشاي ده انا مش عارف تمرجي ده ولا قهوجي ولا البواب الزباله اللي تحت ده. انتوا كرهتوني في حياتي وفي شغلتي. انتوا اهدى اهدى يا اخي. انا مش ههدى. ثم ازاي في دكتور عنده 2 شازلونج بتعالج بالحالتين؟ لا واحد عشان المريض يقعد يتكلم عليه والتاني عشان انا ارتاح عليه وانا بسمعه. يلا يا عالم يا مجانين